السلام عليكم. سماعة جديدة وعرض جديد. جديدة ومواصفاتها عالية والكواليتي فيها جدا مرتفع، سماعة جدا رهيبة. هذه كما تشاهدون المواصفات بكل اللغات عدا اللغة العربية. هذه عندنا أول شيء حجم مكبر الصوت، هنا موجود 50 mm. هنا عندنا المقاومة، هنا عندنا الحساسية، بعد ذلك هنا نطاق التردد، بعد ذلك هنا الميكروفون، وبعد ذلك هنا حساسية الميكروفون، بعد ذلك هنا مقاومة الميكروفون، بعد ذلك هنا طول الكيبل طبعا 2 متر. بعد ذلك هنا ليد السماعة. السماعة كما تعرفون تشتغل باليد، بقوم بتجربتها الآن. سوف أبدأ الآن بتجربة الليد. هذا كما تشاهدون الكيبل، يوجد فيه مدخل USB الذي هو للليد، والمدخل الثاني الذي هو للسماعة مباشرة. من هنا الليد يشتغل، هذا الليد كله يشتغل بلون أزرق جميل وجدا رائع. هنشاهدون هذا المدخل الرئيسي للمايك والسماعة، وهذا المدخل الثاني هو لتشغيل الليد. سوف أقوم الآن بشبك الليد لتجربته. هذا طبعا التحكم، هنا نستطيع إيقاف المايك أو تشغيله، نجعله صامت أو نقوم بتشغيله، وهنا رفع الصوت وتخفيض الصوت. دعونا نجربها الآن. هذا هو USB الذي يشغل الليد. الآن شبكت الليد كما تشاهدون الإضاءة ظهرت من هنا، كل اللمبات هذه شغالة. أيضا يوجد لمبة في نفس المايك ويوجد في الجهة الثانية. هذا الليد كما تشاهدوه، الليد قوي أيضا، في الإضاءة الخافتة يكون مرة مضيء. الآن سوف أقوم بتجربة الصوت العادي. هنا نستطيع التحكم بالحجم، برفعها بتخفيضها، تكبير المقاس وتصغيره. طبعا السماعة جدا ممتازة وتخفي عن الضوضاء، وأيضا السماعة هذه محيطية، لأنه لما تجرب المحيطية لازم تكون كل جهة لحالها تشتغل. هذا اسم الشركة وهذا الموديل، الموديل G2000، وهذا اسم الشركة سوف أكتب لكم الآن. كما سمعتم الصوت، طبعا الصوت في السمع هنا يختلف عن الصوت في التركيب والتجربة. التجربة الفعلية جدا جدا صوتها عالي وممتاز ورهيبة ومريحة جدا، وأيضا تلغي الضوضاء وتنسيك العالم كل الذي حولك. طبعا سماعة غنية عن التعريف وجدا ممتازة. العيب الوحيد اللي فيها انها تنسي كل حاجة، انها تخليك منعزل عن العالم، ما تسمع اي شيء فيها. سماعة قوية جدا بصراحة، والكواليتي اللي فيها جدا مرتفع. هذا السلك كما تشاهدوه، وهذه السماعة كما تشاهدوها. بالنسبة للجودة اللي فيها افضل بكثير من سماعة البلوتوث، لكن المشكلة اللي فيها انها سلك، يعني لو كانت بلوتوث كانت بتكون افضل، بس اغلبية السماعات البلوتوث لا تكون محيطية ولا يكون فيها نفس الاداء ونفس الجودة التي موجودة في السلك، ولان البلوتوث دائما يحتاج شحن، وايضا لا يوجد فيها بلوتوث محيطية، فهذه هي افضل استخدام، سواء كانت للالعاب، سواء كانت للسوني، للبلايستيشن، للتلفزيون،
في السيارة، في أي مكان نستطيع استخدامها. السماعة جدا رهيبة وممتازة، وأيضا نستطيع تركها صامت، هذا عكس السماعات البلوتوث. السماعات البلوتوث لا نستطيع أن نعمل فيها صامت ونفك المايك، لا نستطيع التحكم بالمايك، لكن هنا نستطيع التحكم بالمايك. هذا كما تشاهدون الاسم، تركت لكم الاسم أول هنا كيتشن إيدج، هنا الموديل جي 2000، سماعة رهيبة جدا. وفي الأخير شكرا لكم، إذا أعجبكم الفيديو أرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. معاكم فواز الوصابي، وإلى اللقاء.